بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله نتكلم دلوقتي عن جامعة هليوبلس، وديت جامعة مصرية خاصة وحديثة العهد، يعني منشأة جديد مش قديمة يعني ولا حاجة. موجود فيها 3 كليات بس، هما كلية الصيدلة وكلية الهندسة وكلية الاقتصاد وإدارة الأعمال. الأوائل المطلوبة للتقديم فيها، الأول كده نقول بس رقم بتاعها عشان لو حد عايز يتصل بيهم، الرقم هو 16 4 18، 16 4 18 ده رقم الخاص بالجامعة، من الشمال لليمين كده 16 4 18. لو حد عايز يعني يتواصل معاهم، العنوان بتاعها في محافظة القاهرة، طريق القاهرة بالبيس الصحراوي، طريق القاهرة بالبيس الصحراوي. قلنا فيها 3 كليات بس، اللي هما كلية الصيدلة والاقتصاد وإدارة الأعمال وكلية الهندسة. بالنسبة للأوائل المطلوبة للتقديم، شهادة الثانوية العامة و2 صور منها، شهادة الميلاد و2 صور منها، صورة البطاقة الشخصية والبطاقة الشخصية نفسها للاطلاع، ونموذج 2 و6 جند لتأجيل الخدمة العسكرية، وده قلنا للشباب فقط وبينجاب من الاسم التابع له، وطبعا 6 صور شخصية حديثة للطالب أو الطالبة اللي هتقدم. بالنسبة للأسعار الموجودة فيها، عندك كلية الصيدلة 58,000 جنيه في السنة، كلية الهندسة 53,000 جنيه، كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال 43,000 جنيه، وزي ما قلنا ديت يعني جامعة حديثة العهد. بس يعني ده كل المعلومات اللي عندنا بخصوص الجامعة ديت. اللي بيسمعنا الأول ما يقدر يشترك في القناة بالضغط على الاشتراك أو سبسكرايب المكتوبة تحت الفيديو، ونلتقي في فيديو آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.